أعزائي المشاهدين، ها نحن نصل إلى فقرة من الذاكرة الرياضية. هذه الفقرة التي نسترجع ونتذكر فيها أيام الزمن الجميل ونجومها المميزين. ضيف حلقة اليوم هو نجم في لعبه وأخلاقه وتعامله، ما إن نذكر كرة الطائرة حتى يظهر اسمه في المقدمة دائما بين نجوم هذه اللعبة. حديث هنا عن نجم كرة الطائرة لنادي أهل الحديدة والمنتخب الوطني سابقا المتألق عارف الكرمدي. عارف صالح الكرمدي لاعب النادي الأهلي كرة الطائرة، الآن دكتور في الجامعة الحديدة، تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة في كرة الطائرة. بدأت مشواري الرياضي في سنة 1983 كلاعب مبتدئ في النادي الأهلي، والحمد لله من خلال التدريب برز ظهوري سريعا وتطور مستواي. خلال سنة كاملة أصبحت من اللاعبين المميزين في أول بطولة لاختيار اللاعبين الناشئين في الجمهورية اليمنية، كان الجمهورية العربية اليمنية بالطبع. تم اختياري مع منتخب الناشئين وكنت من اللاعبين الأساسيين في المنتخب في سنة 84. شاركنا في فترة إعداد معسكر داخل البحرين، ثم انتقلنا إلى السعودية للمشاركة في البطولة الأسيوية، وكنت أول ناشئ يعني برز في البطولة وأظهر مستوى رائع، من حيث أنه تم اختياري بعدين كلاعب مميز في بقية المستويات المنتخبات. كنت أحضر مع منتخبات الفريق الأول، منتخب الشباب، كلاعب بارز في الناشئين. ومن خلال مشوار حياتي الرياضية استطعت أن أنا أحقق إنجاز كبير وأحقق لنفسي وذاتي إمكانية عالية، فأصبحت من أفضل اللاعبين في اليمن. خلال سنة 1990 بدأت بعد الوحدة مباشرة، واخترت من قبل الاتحاد اليمني لكرة الطائرة ووزارة الشباب والرياضة كأفضل لاعب في اليمن في كرة الطائرة، واستمريت على هذا الامتياز إلى 2000 وإلى 1995. أنا وأخي ياسر كنا من اللاعبين المميزين في كرة الطائرة، إلى جانب اللاعب عبد المقبولي، إلى مجموعة من الفريق التشكيلة. أهم الإنجازات اللي حققناها هي بطولة الدوري أكثر من مرة، إلى جانب حصولي على شهادة الدكتوراه في مجال تخصص كرة الطائرة. الآن أعتبر من مدرب منتخب الطائرة للفريق الأول، إلى جانب مجموعة الشواطئ التي تدرب الفريق وشارك معهم في عدة مشاركات. بالنسبة للاحتراف، هي جت لي فرصتين احتراف، أنا في مرة في البحرين والمرة الأخرى في عمان، سلطنة عمان، لكن جاءت فترة الاحتراف في وقت يعني أنا صعب إن أنا أسيبها، هي المرحلة الدراسية، كان في ثالثة ثانوي، وصعب أن كنت أسيب التعليم لأن كنت أحب التعليم إلى جانب الرياضة، مما أدى إلى أن أنا رفضت العقودات ورفضت أن أنا أسيب البلد وأسيب النادي وأسيب الدراسة حقيقية. أجت لي الآخر مرة احتراف، هي كانت في نادي في داخل سلطنة عمان، وكنت أنا مؤهل لأن أنا أروح أحضر دراساتي العليا في الماجستير والدكتوراه، مما ما قدرتش ان انا افلت التعليم واتجه الى الرياضه والاحترام واحترام، وتفضلت التعليم اكثر من الرياضه، واستمريت في تعليمي الحمد لله، والان انا حاصل على شهاده الدكتوراه، وعندي الان درجه استاذ مشارك يعني في الجامعه، وادرس والعب واقصي وادرب الانديه الرياضيه وادرب المنتخبات عند مشاركتنا في البطولات العربيه والاسيويه. آخر مشاركة كانت لي في 2015 في شهر 2 قبل الأزمة، كنا في الكويت في بطولة العربية لكرة الطائرة، أنا كنت مدرب المنتخب وقائدهم، وأتقدم بجميع الشكر والتهاني لأخواني وزملائي في قناة السعيدة الذين أتاحوا لي الفرصة هذه للمقابلة والالتقاء معهم وإبراز ما محاه الزمن من لعبة كرة الطائرة ونجومها المميزين فيها. وشكراً.